دلوقتي احنا في الفصل هدينا وقلنا خلاص وفسرنا، لو سمحت فسر عشان السادة المشاهدين يسمعوا، عشان انا مش بحب الطريقة دي. بص يا دكتورة، هي لو مؤاخذة الكلب ده، انا تواصلت مع حد على الفيسبوك وعرفت ان هي واحدة عندها مزرعة كلاب جوه مصر وبره مصر، وانا اتواصلت معاها وعملت لها مفاجأة وجبته لها. فعلا انا شاري الكلب من واحده وجايبه لها هديه. خلاص دي خلصنا منها، خلاص مصدقينها، خلاص. بس ده طيب. ده اول حاجه. الموضوع بقى العروسه والتجمع ولا جواز ولا لا بيت التجمع. هو كان فعلا كان في، وانا كنت قايل لها كان في عروسه، ان انا كنت هرتبط بيها، بس ما حصلش نصيب. كل ده قبل ما تقدم لها خالص، ومن قبل ما اعرف الكلام ده خالص. يعني ما كنتش في الحسبان ان انا هتجوز ريم. يعني ده موضوع جواز، مش موضوع ان انا، وما حصلش نصيب. بس بعد كده انا مصدقاه. انت بقى عايزه تصدقي ازاي؟ شوفي عايزه تصدقي ازاي. هي عارفه ان انا يا ستي، هي عارفه ان انا اكتر حد في حياتي ممكن اعمل اي حاجه عشان هي امي، وحياه امي وحياه امي. انا ولا متجوز في التجمع ولا متجوز اي حته، هي الوحيده اللي معايا. واذا كان في واحده تطلع لنا بقى، لو في واحده ما تسكت. يعني لو في واحده هتسكت ده عشان هي، لو في واحده معاها ورق يثبت ان انا جوزها تطلعه. خلاص كده يا ريم، خلاص. بصها بقى من راسها اهو، متجوز تاجر؟ والله ما في الكلام ده يا ماما.